السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع فيه حاجات كتيرة جدا للناس اللي هي مهتمة بالSEO أو مهتم إن الموقع بتاعه يبقى فيه زوار كتيرة جدا. في حاجات خاصة بالتكست زي مثلا حاجات تتأكد تكتب لك مقالات، حاجات تتأكد إن المقالة بتاعتك الجرامر بتاعها كويس، إن أنت تتكلم وهو يحولها لتكست أو العكس، أو تكست تو إيمج أنت تكتب وهو يحولها لك لصورة أو يترجم لك المقالة. في حاجات خاصة بالديزاين، صمم اللوجو، صمم لك فلاير، صمم لك ايموجي. في حاجات خاصة عندك صورة مثلا عايز تصغرها بمقاس معين عشان ترفعها على الموقع او على اليوتيوب او تحول من امتداد لامتداد. فزي ما انت شايف طول ما انت فاتح الموقع بتلاقي حاجات كتير جدا. في مثلا بتدور على الكلمات اللي الناس بتدور عليها كتير او اللي قريبة من الكلام بتاعتك او كلمات مهمة في الSEO سيرش، بحيث ان محرك البحث يجيب الموقع بتاعك في الاول. في حاجات خاصة باللينكات، يتأكد لك من اللينكات هتفيد الموقع بتاعك ولا لا. في حاجات لإدارة الموقع، في حاجات للإيميلات. فموقع كنز خطير بالنسبة للناس اللي عايزة تقوي الإيميل بتاعها. في حاجات تديك إرشادات لو في الموقع بتاعك في أي مشكلة. في حاجات خاصة بالبروكسي، في حاجات خاصة بالدومين، هقول لك الدومين الاي بي او تشيك باك ليست للاي بي بتاعك. الميتا تاج يبدأ يعمل لك تاجات تقدر تحطها بسهوله على اليوتيوب مثلا. اداره للملفات PDF، لو انت عايز تعمل اي حاجه بس ما عندكش اكروبات ريدر مثلا، فتقدر انت تحول PDF لصور او من صور لPDF، او تقسم PDF او تعمله ميرج او تحوله لملف مضغوط. كل الكلام ده تقدر تعمله مجاني، مجرد بس بترفع الملفات بتاعتك طبعا ليمتد معين وبعد كده بتدفع فلوس. في تحويل اليونت، في حاجات خاصة بالكونفرت، وفي حاجات حسابات. فأتمنى الموقع يكون مفيد لكم.